السلام عليكم، مساكم الله بالخير. في تغريدة غردها أحد المشايخ الفضلاء حول قول بعض الناس سبحان الله عند الاستنكار أو التعجب من أمر لا يصدق، وقال أن هذا حرام لأمرين أو لسببين: الأول أن فيه استهزاء بهذا الذكر، ثانيا أن فيه مشابهة لقول اليهود حين قال الله لهم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فقالوا حنطة حنطة، حطة قولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا، فقالوا استهزاء واستكبارا واستعلاء على أمر الله حنطة حنطة، وهذا من الكفر. ولي في الحقيقة مع هذا الكلام بعض الوقفات نعدكم إن شاء الله بعدم الإطالة. الوقفة الأولى: التسبيح من أعظم الألفاظ الدالة على التوحيد، معناها سبحان الله أنزه الله عن كل نقص وعيب. فهذه اللفظة، لفظة الذكر سبحان الله، ينبغي أن تقال على وجهها الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه، أو كما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في الحقيقة قول هذا الشيخ فيه نظر من جهتي: أولا أن قائلها لا يريد بذلك الانتقاص والاستهزاء من هذا الذكر، ثانيا لا وجه للمشابهة بينه وبين قول اليهود حين بدلوا هذه الكلمة انتقاصا واستعلاء على أمر الله الذي أمرهم أن يقولوا حطة حطة عنا ذنوبنا، فقالوا حنطة فغيروا اللفظ والمعنى، وهذا غير مراد في كلام العامة سبحان الله، لأن سبحان الله أرادوا بها الاستفهام الاستنكاري من أمر لا يصدق، وهذا يسمى بالتصحيف. والحاء والهاء مخرجهما متقارب، لذلك تجد في كلام العرب قولهم يقولون المدح أي المدح. فقد يبدل العربي أحيانا الهاء أو الحاء إلى هاء للتقارب، وهذا موجود في كلام العرب كقول النعمان المنذر: أردت كي ما تذيمه يعني تعيبه فمدهته. فلم بغي التشدد على الناس، وإن كان الوصية التلفظ بهذه اللفظة على المراد الذي أنزله الله سبحانه.